بداية أنا عايزة حضرتك توضحي للمشاهدين نقطة مهمة جدا، ليه استهداف الفئة العمرية دي تحديدا من الأطفال؟ طبعا احنا يهمنا استهداف الاولاد منذ طالعه من البدايات خالص، ده بيكون مهم ارتباطه قبل ما يبتدي بقى يرتبط بالانترنت ويبقى عايش في عالم افتراضي تاني. فاحنا بنحاول طول الوقت نعدل في مفاهيم وسلوكيات ونربطه بجوالات وبرامج شيقه جدا للمتاحف تحاول تعمل البالانس ده. بس في نفس الوقت احنا بنخاطب الشرائح العمريه المختلفه، يمكن البرنامج ده استهدف الاطفال بس طول الوقت لينا برامج متنوعه خاصه الهيروغليفيه. احنا كنا عملنا دورة تدريبية لطلبة كليات الآثار وآداب تاريخ والكليات المختلفة اللي حابب انه كان يتعلم اللغة الهيروغليفية. فطول الوقت بنشوف اهتمام الشرايح اللي احنا بنخاطبها وازاي نقدر نوفر لها البرامج من خلال السيناريو اللي احنا بنقوم بإعداده. طيب لو تكلميني اكتر بقى عن نسب الإقبال على هذه الدورة يا دكتور رشا. طبعا هي الفكره غير اهتمام الولاد بالهيروغليفيه وبالنسبه لهم طبعا هي سر وفي شيء فيه غموض وانه بيفك رسائل الاجداد، فبالنسبه لهم الموضوع شيق. غير كده طبعا هم اشتركوا معانا اولاد كتير جدا واهاليهم كانوا حريصين ان اولادهم يكونوا معانا برامج كتير جدا. فطبعا الاهل لما بيلاقوا ان البرامج كانت كويسه وناجحه وليها مردود عالي جدا، يعني كنا عملنا مثلا برنامج قبل كده اسمه حامي الاثر. فكون ان الولاد تستضيفيهم اول مره في اكبر قاعه محاضرات بيحضر فيها علماء الاثار في وزاره الاثار باهاليهم ويتجهز لهم برزنتيشن يتفرجوا كتمهيد للزيارات للمتحف المصري. لما يلاقوا مثلا مديرة المتحف هي اللي بتستقبلهم، لما يلاقوا كمان اهتمام كبير ويبتدوا ان هم يتفاعلوا، فتتفاجئي ان اتحول اولياء الامور اللي حاضرين لمتطوعين فولنتير بقوا بيساعدونا اللي يصمم لنا الاي دي بتاع الولاد. فمن هنا بنقدر نقيس نجاح البرامج وبنلاقي اقبال على البرامج اللي تنزل بعد كده، لدرجه ان احنا مثلا بنبقى منزلين البرنامج على اخر اليوم تتفاجئي ان الاعداد اللي انت طلبتيها خلاص دي اتخذت.